أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل المئة ريال فيها زكاة؟ ريال إيش؟ فضة ولا مئة ريال ورد؟ ما أدري وش القصد. حسب، إن كان فضة عرفتم 56 بالريال السعودي، أو إذا تقول إنه ما هو بسعودي نقول إذا بلغ 140 مثقال ففيه الزكاة، هذا النصاب. نعم، أو صرفها 140 مثقال أو صرفها من النقود الموجودة حسب ما يقرره الصيارفة. نعم، لكن أنا أقول ما هذا أقل شيء، وأكثر الناس عندهم أموال، ما هي مقصورة على النصاب فقط. نعم.